رجعنا لكم تاني وفقره الضيف، الفقره اللي انا بحبها قوي قوي، ولسه مكملين في برنامج ليالي رمضان. ضيفتنا النهارده اثبتت نفسها على الساحه في خلال الخمس سنوات الاخيره، بتحب تعمل دايما ادوار الشبح، ادوار المزه. ضيفتنا النهارده نسرين امين. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم كلكم. انا النهارده ضيفه معاكم في برنامج ليالي رمضان. رايي في البرنامج انه حلو، فكره جديده عن قبل رمضان، غيرته في شكله وبقى بيوصل القضية اللي انتوا بتتكلموا بيها بطريقة كوميدي عن طريق السكتشات دي، فلذيذ حلو. ان شاء الله هعمل حلقة حلوة معهم، لان انا مبسوطة ان انا جاية لهم، لان بحبهم كلهم، فمبسوطة ان انا جاية اعمل حلقة معهم. انا داخله لهم الحلقة هم شوف هيعملوا فيا ايه بقى في رمضان، يانا يا هم مشوف الستات دي بقى هتعمل النهاردة. كل سنة وانتوا طيبين، خليكم معايا. ايه الطعمه دي يا بدريه؟ ربنا يخليك حبايبي. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. يعني احنا ما صدقنا هيدي دارت الكتف، انت نطورت النهارده الكتف علينا. داخل علينا النهارده منافسه، داخل علينا بكتافك. ايه رايك؟ سبت لك الساحه انا في رمضان بس. عيشي حياتك وبعدين نرجع لك الكتاب بعد قواعدي. قولي لنا بقى، ليه المخرجين حاصرينك في الحته الشعبيه بالرغم ان انت مزه السنين؟ ما هو ممكن ابقى مزه السنين في الشعبي، مزه شعبيه. بس انا بسالك سؤال تقليدي، بس انا مش مقتنعه بيه على فكره. انا هقول لك حاجه، مش مقتنعه بيه الحاجه. ما اظنش ان في حاجه اسمها حصرني في حاجه، لان انا اللي بختار، هم بيعرضوا وانا بختار. في حاجات شعبي مؤخرا بتتعرض عليا، ممكن لو لقيتها مكرره زي اللي انا عملتها قبل كده ما اخدهاش. فهماني؟ اخد يا حاجه مش شعبي او حاجه شعبي ما عملتهاش قبل كده. بس موضوع ان انا يا ريت اعمل شعبي يعني حاجه حلوه، ادوار الشعبيه حلوه. انت عارفه انت كل ادوارك شعبيه وحلوه. طب ايه حكايه الخناقه اللي كانت في فيلم خناقه على وضعك؟ اول سؤال ليكي كده، انتصار الخناقه بحب قوي مواضيع. ايه ده؟ مين التاني؟ مين اخر واحد ضرب البماطوه؟ يعني عارفه ليه بطحت فلان بازازه؟ يعني لا انا اللي بطحت بازازه. مين اللي بطحك بازازه كده؟ احب الاسئله دي. بازازه في تصوير مسلسل الاسطوره، والإزازة عورتني وخدت غرزة في راسي. ايه ده ليه بقى كده؟ مش دي إزازة بتبقى معمولة سكر؟ المفروض سكر. بس هم ما كانوش يعني مأمنين الموضوع ده، فكانت إزازة بلاستيك تخين كده، فعشان تتضرب جامد على راسي وتتكسر، فالبلاستيك بقى عشان ناشف تخين كده، يعني زي إزازة المية العادية البلاستيك صغيرة بس أتخن بقى، فعورتني. دي شفتي، انا اللي اتبطحت، انا لسه ما بطحتش. مين بطح؟ مين جاي لك بقى؟ جاي لنا ده كان في مشهد، ده كان في مشهد. هو ملوش ذنب، هو اللي له ذنب هو اللي استلم الازازه ما شيكش عليها بس كويس، لكن هو الممثل حرام ملوش ذنب. واخبار بقى المقالب، برامج المقالب، عشان اللي انت كنت فيه ده اكبر مقلب. لا البرامج بقى. دي المقالب الحقيقيه اللي بنواجهها في الحياه. البرامج حلو لذيذ. رحتي برامج مقالب؟ رحتي فين؟ رحت عند رامز. رحت عند رامز. طالما عملوا كده يعني يبقى راحت عند رامز. بصي انا رحت على ان هو برنامج مع نيشان، وطرنا بالهليكوبتر مش عارفه 50 دقيقه لغايه ما نزلنا في الواحه. حته يعني حلوه، مش عارفه ابو ظبي في صحراء كده هناك. بقول لك ما طلع توني خليفه قال كل حاجه، قال فين وبيتصلوا بيه مين، حاجه كله في الفيديو. المهم رحت قعدت برنامج مع توني خليفه، برضو اتكلم معايا في كل المشاكل، نفس السكه بتاعت حوار صريح دي. حوار، وبعدين قال لي تعالي بقى اوريكي لوكيشن. اتكلم معاك. وبعدين تعالي اوديكي لوكيشن تصوير هنا جنبنا، بيصوروا فيه فيلم ستار تريك. بس فركبت العربيه ومعايا واحده، انا اللي كان مطمني ان معايا ناس كتير في العربيه، السواق وواحد مصور وجنبي زي مرشده كده، وكلهم ما تعرفيهمش الحمد لله، هو ده اللي مطمنك اكتر كمان يعني. بس معايا ناس ثقة. يعني معقول هيضحوا؟ لا، وفي دوله عربيه شقيقه يعني هيحصل ايه؟ فالمهم رحت بقى تاهو في الصحراء وجبال بقى رمله ناعمه يعني كده وكده بقى بالعربيه، وبس هو كان سواق يعني سواء محترف سفاري يعني محترف اللي هو طبعا يسوق هنا. وبعدين وصلنا لحتة العربية عملت كده في وسط الرملة، نزل رمال متحركة كده بس على طول، بفتح الباب مية
لازم مش عارف ايه نطلع. طب نطلع فوق، نطلع فوق من الشباك العربيه اللي فوق. طلعت بقى من الشباك العربيه، كلكم طلعتوا اه وقعدتوا فوق السقف اه. لا السواق نط لقى ميه برده فغرق. ادي السواق مات اه. المصور نط وتعالي ونطي ومش عارفه ايه. انا قلت حاجه هي كانت صح، المفروض نرجع لورا. قلت له انا عايزه انط لورا مطرح ما جينا، لان هي دي الرمله اللي مش ناعمه. اه لا هو بقى نطي، هو ده بقى المقلب، هو بقى غصب عني نططني كده في الجنب، فدي ميه برده بس. ولقينا بقى تمسيح، تمساح بقى طالع كبير، طلع بقى في الاخر جواه رمز جوه التمساح. بس انت لما نطيتي، نطيتي في ميه ضحله واحله ولا نطيتي في رمال متحركه؟ واحله، ما هي ميه بس عليها رملة صناعي عايمه من فوق، فانت شايفه ان انت بتنطي في رمله. اه يعني امان، فلقيتي نفسك نزلتي بقى. بس غريقه ولا يا دوق؟ لا 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 مستوى، تعرفي تعومي لو عايزه تروحي؟ لا لا الميه لغايه هنا يعني. لا انا رحت قبل كده في الحريق في سنه ربنا تانية. ما يوريكي النار حاجه الناشف. لا الميه احسن، ارحم. الميه هعوم اه، هتموتي غريقه شهيده. والحريقه لا يمكن تبقى صناعي، نار 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 نار، سخونيه آه. مفيش اكسجين، فعلا مفيش اكسجين اه، وجري ونار وكل حاجه تلمسيها سخنه اه. فاللي هو اللي لابس حرير فاللي هو مش هدوم، الهدوم بتسيح اه. تيجي نلعب؟ لا بس دي صعبه. يلا انا مش بتكلم يا بدر. استني بقى ما تفتحيش، انت بتتكلمي يعني اوفر يعني اعرفه. استني ما تفتحيش، فبحاول اكلمها في اشاركها نفس الالام. هنلعب عروسه. ايوه احنا زملاء في برنامج مقلب، فهي بتفهمني ان النار اقوى من الميه. لحظه لحظه في الحلقه مستخسره فيها لحظه، ولا ما بتحبيش اظهر؟ ياه انتوا لسه لا. يا سبحان الله، انا قلت ان انتوا الثلاثه اللي صمدتوا مع بعض. اللي صمدتوا لا احنا صمدنا نستحملنا قرب بعض. لا ما في رجل تعيش معايا. لا انتوا الثلاثه متهيالي اللي حابين بعض لا الموضوع بينكم حلو ومستحملين الموضوع بعض. الموضوع بعيد عن الحب يعني، الموضوع مش حب قوي يا جماعه. هو ازاي تقدري تستحملي قرف الاخر؟ يعني في راجل متجوز ست، ست متجوزه راجل، عمالين مع بعض بقى 30 سنه، بس تقعدي معايا تشتكي لك، تقعدي معايا يشتكي، بس انتوا مكملين مع بعض ليه؟ قدر يستحمل بعض. عندنا عيال لازم يربينا، والشقه والبيت، ومشاركين في الساحل مع بعض، والعيال بتكبر. الشاليه مكملين جوازه في الشاليه. مش عارفين مين هياخده، فهنكمل في الجوازه دي. شوف مين هيموت الاول عشان ياخد الشاليه بقى، اللي فاضل ياخد الشاليه. سمعتنا بتسوق في البرنامج. هنعمل ايه؟ انا متابعاكم من زمان، بدل ما الناس تتكلم. انتوا عديتوا بمراحل كتير، مراحل متعبه ومؤلمه. بعدين مين مشي فمين جه؟ وبعدين مين سبحان الله. بس انتوا الثلاثه اللي قولي في عمل معمول. لا 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 بصي يا نسرين، اصحح لك معلومه، انا الوحيده اللي صمت. حلوين لان في ناس مشيت ورجعت، وفي ناس كانت موجوده ومشيت، وفي ناس جت، انا كنت موجوده ومشيت، وفي ناس قعدت وروحت. تصوروا طلعت هي البطله، انا الوحيده هي اللي طلعت. هي الصمت. لا بس انتوا الثلاثه مع بعض حلوين. او يمكن هي الفاضيه. لا 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 ممكن تاخديها تاخديها الفاضيه يعني، مفيش حاجه. بلاش بصي حد، بصي بقى هنا وتشوفي فيلم وتمثله لنا بدون كلام. هو في فيلمين، ما احنا هنمثل هتقولي واحد واحد طبعا. اللي فوق ده عمري ما سمعت عنه. النتيجه طيب ماشي. اللي تحت بحب قوي لعبه الافلام دي. كلمه واحده في الف ولام. كوتشينا. شاطره. امور فجيه، انت امور فجيه. كسبت هدي واحد، انتوا صفر. ايه همثل تاني واحد؟ لا هي بقى الراوند كده. ماشي كلمتين. التانية الأول، التانية ألف ولام في التانية. الأولانية، الأولانية ايه بقى؟ باب، باب، باب المفتوح. لا باب الحديد. المفتوح. ليه التانية الباب المفتوح دي؟ باب الحديد. شايفة؟ معلش عشان ما تقوليش سمعتنا بتسوق، هي سيئة. سمعتنا بتسوق، سوق عربية نقل. شفتي اللي أنا فيه يا أختي؟ شفتك؟ لا بس حلو. طيب. ياه. أربعة. فيلم. قديم. التالتة. التالتة. في. في. دموع. في عيون وقحة. لا ده مسلسل. شوفي بقى كده مبتدئة بدري. حزن. في عيون وقحة كده. دمعة.
دموع، دموعي وابتساماتي. بكاء، بكاء ودموعي وابتساماتي. بكاء خلاص مش شايف. مفيش دموعي بكاية. وابتساماتي. ليلى بكى فيها القمر. يا ولد يا ولد ايه هذي؟ مش كده يا حظامي؟ لا كده كتير. اما نشوف مين هيحل بقى روية هتلعب بس مين. لا كده كتير مش قادرة صدقني. يلا كلمة واحدة ألف ولام. السكر. سكر. السكرية. حلوة. متألقة النهاردة يا هيدا. غريب. خمسة. التالتة. واو. الأولانية فوق السماء. نور. ضوء. نور. أيوة نور. إيه نور. تاني واحدة بيبصيلي ليه؟ نور الدين والبحار التالت. أول مرة أسمع عنه. بس أول مرة. إيه نور الدين والبحار التالت؟ لا قولي لي ده إيه؟ لا ده فيلم نور الدين والبحار التالتة. طب مين البحار التالتة؟ مين نور الدين؟ ده كان فيلم قديم. كان فيلم قديم. ممثل. الممثل كان مين؟ عمل نور الدين. علي الكسار. لا ابيض واسود. طيب لا دور بدريه. بدريه. لا ده كده. لا لا انا كده فهمت واضح صح. لا لا انا قلت عماله ادافع عنكم اقول له ده انتوا بتحبوا بعض. لا ده انتوا حلوين. لا طلع ما فيش. ثلاث كلمات اللي في النص. تعالت بركه. وقعت. سقط. سقوط. سقوط. ليله سقوط بغداد. يا ولد انت كنت فيها انتصار؟ كنت فيها لا. لا بس عشان في حاجه ميني وبين احمد عيد شبه شويه. لا فكرت كنت عايزين بقى نشوف التمثيل بقى ونوريها بتمثلي. ركزي في نفسك. يلا وراي عيالك واللي فاضل من عمرك عشان تجيبي قرشين كويسين تعتزلي بيهم. انا عايزاكي تمثلي قدامها ترشح لك. مين اللي ترشحني نسرين؟ انا اللي هرشحها. وهي هتسمعي كلام واحنا هنسمع كلام مش لذيذ دلوقتي. يلا وريني يا اختي. سمعتي في صوت هز. ما تقصدش بيها بلدياتك من اسكندريه. بلدياتك هي ثلاث كلمات. فيلم. هو كلها افلام. ايه دي؟ ايوه احسن ممكن تطلع مسرحيه. لا اول واحده على جناح التبريزي. على ها تاني واحده على باب الوزير. ثلاث كلمات اللي في النص. و الأولانية. الثالثة. قرد. يبقى و حواء والقرد. صح. سوري مش عارفة. بس الاسم ده ينفع فين؟ ايه حواء والقرد ده؟ ما اعرفش برضه ما اعرفوش والله يا ابله. انا اول مره المهم هو مكتوب وانا قلت صح وخلاص. بتاع مين بقى نبقى نعرفه بقى؟ طيب مشاهدينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع ضيفتنا الجميله. استنى رجعنا عشان نكمل مع ضيفتنا الجميلة اللي منورانا النهاردة في الاستوديو نسرين أمين. نسرين عايزة أسألك سؤال. كل واحدة فينا عندها حاجة معينة ما بتحبهاش في شكلها. أنتي في حاجة معينة ما بتحبهاش في شكلك؟ هي دي؟ والله يعني بصي كان نفسي أعمل عملية في مناخيري ورحت عند الدكتور خلاص وأنا لو دخلت هتفق على طول معاه على ميعاد. ما جاتليش الشجاعة إن أنا ادخل اصلا عنده. ليه؟ لان انا قابلت ناس بره عاملين العمليه لسه امبارح فبقى شفت شكلهم وتعبانين. بيبقوا حاطين بلاستر كده. لا كده حاطين بلاستر كده. ده تاني يوم على طول العمليه حاطين بلاستر كده. والعين زرقاء. كله ازرق. الوش منفوخ. الم رهيب مش قادرين يستحملوه. كانهم واخدين بكاس. لدرجه ان يعني لقيتها بتقول ربنا ما يوريك اليوم ده. قلت بس خلاص مشيت. بس انا عايزه اقول لك حاجه. برافو عليك. شفتهم برضو في المطار دايما بيبقوا عاملينها وطالعين من لبنان مثلا او عاملينها وطالعين على ايران يعني دايما دول تانية بتيجي تعمل في لبنان. شفتهم في المطار ثلاثه قاعدين جنب بعض الثلاثه مجبسين الحته دي
فاكره يا بدري لما عملتي مناخيري؟ فاكره ما كنتي في المطار؟ لا وانا بقول لها لا مناخير بدري طبيعي حلو صغير. بس انت مناخيرك مش عامله ديفو ابدا في وشك. مامتي بقى قاعده تزعق كده. بس انا اقول لا هي بقى شايفاني حلوه فهي اللي بتقول كده. ابدا مش عامله ديفو. وبعدين قلت خفت بقى من حاجه تانية، افرضي طلعت اوحش كتير وممكن ما تلاقيش عليكي. كتير عملوها وعدلوها تاني وتالت ورابع لغايه ما باظت خالص وبقت مش نافعه. افرضي طلعت اوحش. ليه بس جميله والله ما شاء الله يعني. ميرسي يا بدايه، ده انت اللي جميله ولايقه على وشك ومش عامله. انا بشوفك كتير في المسلسلات والافلام عمري ما حسيت ان فيها مشكله. انا وشي كبير وخدودي كبيره، قلت لا تطلع صغيره عليه بقى فتبان، فاهمه؟ قلت الحمد لله كده حلو. دي حاجه. الحسنه اللي عندي كنت عايزه اشيلها. حرام عليك يا شيخه. هو ده الرد اللي انا سمعته فقلت خلاص. ده ان هم بيحطوها زي حسن بدريه كده يعني. انت ما فكرتيش تشيلها؟ علامه مميزه. ساعات الواحد بيتضايق من الحسنه بتاعته دي خالص لانها محطوطه في حته حلوه. لانها محطوطه في حته حلوه. وانت فعلا في بيروحوا يعملوا عمليات يحطوا دي هنا، فاحنا عندنا هي محطوطه لوحدها. طيب هنلعب ولا هنسال؟ نلعب. يلا نلعب. طيب. هنلعب عروستي. انت هترفعي كده الصوره توريها لنا ما تشوفيها والنبي. طيب انا فاضل لي كرتين. ما هو كل واحد ما هم دول الكرتين. ارفعي العفيش بقى والنبي يعني. تمام تمام تمام. ايوه 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 اوكي. وانتوا تمثلوها لي. اوكي. انا قولي عروستي. خلاص دي كده عروستي. ممثله شابه بقى لها كام سنه على الساحه؟ عروستي شعرها قصير قوي قوي. طب نسمع بدريه هتوصف. جوزها مخرج اشتغلت معاه كتير. خلاص ألطم. ياسمين رئيس. بتسهلوها ليه؟ لا اصل كنت اقول ياسمين رئيس اول ما قلت على ياسمين. عشان هي اللي معروفه حد تاني. عشان هي سهلت. ياسمين رئيس بحب قوي شكلها بحبها جدا. وريني وريني. واو جميل جميل جميل. عروستي ممثل قديم كبير. عروستي كوميديان رائع. عروستي ابيض واسود طبعا. لا بس في الوان فعشان كده ما قلتش قديم ابيض. لا لحق فضلت الوان بس بدا سينما ابيض واسود. من احلى الممثلين الرجاله اللي عملوا ادوار ست اللي لبسوا ست. انا بالنسبه لي كان جورج. كوميديان جيم. لا عملها في الابيض واسود متهيألي. عملها في فيلم واحد مرة واحدة. عبد المنعم ابراهيم. صح. يلا. عايزة نطلع عليها. احي بعشقها. ملكة الرومانسية. عروستي. ملكة الإحساس. لقبها. لقبها بجد؟ عروستي. ملكة الإحساس، ملكة الرومانسية. مطربة. مطربة ما ده اللي بسأله. مطربة ولا ممثلة؟ ملكة الإحساس. مين ملكة الإحساس مطربة؟ إليسا. برافو. إليسا. عروستي. يا حبيبي يا حبيبي. مطرب. عروستي من ادوات النظافه. ايوه. خيشه. مين خيشه؟ مين خيشه؟ عروستي اتشهر مؤخرا. اتشهر مؤخرا يعني موجود معاصر. بس هو سنه مش معاصر يعني. اشتغل وهو مش 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 من هو صغير. ما اشتغلش من هو صغير. مطرب. عروستي لسه جايب بيبي صغير. لسه مخلف صح؟ لسه مخلف. عنده 52 سنه يعني. انا المفروض اعرف انه يعني مش عارفه. عروستي ربنا انقذه من تعب كان موصله لمرحله مش حلوه وربنا شفاه. عروستي يا ولاد. عروستي نسرين. له اسم حقيقي غير اسم الشهرة. اسم حقيقي ملوش علاقة خالص باسم الشهرة ومش لاقي حتى عليه. هو راجل كبير يعني في السن؟ 52. مش كبير يعني. كان مع انتصار في مسرحية يبان عليها أصغر. كان مع انتصار في مسرحية. جاب بيبي لسه قريب. كان معايا في مسرحية اسمها حوش بديع. معروف يعني. وتعب ودخل المستشفى. طب اغنيته ايه الحلوه قوي؟ طب انا فاضل اقول لك. ما اقدرش اغني لها الاغنيه. لو غنيتها لها هتعرفها. بجد؟ لا مش شرط. لا ما انت كده بتغشي واضحه جدا. ليفا؟ ايه ده؟ كل ده ولسه. العيال يعني اتبهدلوا معاك. العيال يعني كده. لا مش ممكن.
وانا بقول لك من ادوات النظافه. ايه طب قول. مش عارفه ايه شفته. شفته خلاص. اوبا. يلا ابتدي. له ستايل مختلف. ايه الحزن لا ده؟ ما كناش متخيلين ابدا ان ده يجي لك. لان انت واضح ان انت ما بتحبوش. او لا مين يعني اللي ما يعني بصي كلنا مش بنحبه. لا يا شيخ هو مات ومات وكل اللي مش بنحبه. فانت ممكن ما نحبش تشتغلي معاه. انا اوفر ده. انا اوفر. لا يمكن يبقى مش بنحبه كلنا وهو توفى. ايه اللي حصل؟ لا انا بحبه. بس هو بيعمل ادوار شريره. طب ما انا بعمل ادوار شريره. بس بحبني وبحبك وبحبك. بس بحبني. انا اشتغلت معاه مسرح كتير. هو توفى قريب. طب ايه كمان؟ صوته مميز. فظيع. مميز جدا. هو من اصل لبناني. فلسطيني. ارفعي الصوره كده عشان الجمهور يتفاعل مع الصوره ويسال برضه. هو من اصل فلسطيني. ومثل في مصر زمان صوته ايام الابيض واسود ورجع بلده تاني وبعدين رجع بقى ايام بقى السينما السبعينات والثمانينات وكده قعد بقى وفي اواخر ايامه عمل غير سامي عاد. غير سامي عاد برافو عليك. صوته رهيب وتوفى قريب. لا ده بقى يوازي ده ومصر. في الصوت ومؤخرا عمل اعلانات يعني اعلان مميز قوي. مميز قوي. غسان مطر صح. احنا في الاول كنا عايزين نتوهك لما قلنا انت ما بتحبوش وكلنا مش بنحبه. طبعا كنا بنتوهك. طبعا لا بحب. طيب دور مين؟ اعمل الصح. واو 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 اعمل الصح. طيب عروستي هقول لك انا. كوميديان من الجيل ده دلوقتي. كان لابس نظاره وعمل عمليه ليزك وقلع النظاره. احمد ادم؟ لا احمد بيلبسها لسه على فكره. بيلبسها شكلا بس عشان الناس علمت. وده كمان بيلبسها شكلا في شخصيات في كاركترز معينه بيعملها. عرفت. مناخيره صغير جدا شكل ملفت. لا طبعا اكيد. لا مناخيره مش صغيره. لا في الحقيقه مناخيره صغيره. وانا في الحقيقه مناخيره صغيره. انا شفته على الحقيقه. ما انا شفته كذا مره على الحقيقه. لسه جايبين في سيرته. مناخيره صغيره بقى قوي. لسه جايبين في سيرته ولو فيلم من اللي جم اللي احنا عملناه. لا يا شيخ. طب بعدين. طبعا انتوا فاقدين الذاكره. هنيدي؟ لا. لا ما جاش هنيدي ولا أوكي. فيلم ولا لابس نظاره اصلا هنيدي. ولا فيلم لهنيدي بس جت سيرته وقلت لا كده خلاص بقى. بس بقى بس كلنا ما عارفينش. طيب اوكي بصي لا ده لو فيلم ايه يا سلام. وانتوا بتغششوها والله ابدا. طب فكري. هو بيريح ثلاث سنين بعدين يعمل فيلم. يريح سنتين بعدين يعمل. احمد عيد. صح. مين اللي كان بيمثلني فيكي؟ لو انت دكتورة تجميل ومحتاجه تعملي عمليه تجميل لكل واحده فينا هتعملي ايه لكل واحده فينا؟ لا يا شيخ. ليه؟ لا يا شيخ. ايه المشكله؟ حلوين. لا حلوين. امارات. لا 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 ممكن تكوني شايفه في كل واحده فينا حاجه عايزه تظبطيها. انا عارفه هتعملي معايا ايه. شفايفي. لا يخلطي عليكوا على شفايفك التمرين. لا مظبوطه. ما عنديش اسف. ده كله رسومات حضرتك. رسومات بس مظبوطه برضو على وشك يعني لو نفختيهم هيبان ان انت عامله كده. فما قلت ازاي عامل كده على طول؟ وحش قوي. لا لا يا شيخ مش محتاجه. نفسك بشلفنطي. مش محتاجه تجميل في الشخصيه. محتاجه تجميل في الشخصيه. ما تجيش لعب شخصيتي. خليكي في شخصيتك كل عيش. المهم ان انا بقولها من تحت لسانك منظوره من تحت قصوه من تحت كده يجزوه. لا يا جماعه ده انتوا بلديات يعني المفروض تبقوا عصافير مع بعض. عصافير؟ عصافير. احنا بوم في بعض. لا بس برضه مش باينه الكلام ده. عصفور الكلام برضه. لا كل عيش كل عيش. تتخني شويه. هتخنك. تتخنيني. بس كله على بعضه. يعني مش حته يعني مظبوطه. ما هو ده المأساة. يعني انت لو تخنتي كل حاجه بتتخن مع بعض. في حاجات بتضرب لوحدها. بجد؟ انت ما شفتهاش وهي تخينه؟ لا عمرها ما كانت تخينه. مش تخينه. لا كانت كلبوزه كده شويه. انت مثلتي تاني. طب ما يبقى حلو. لو سنه يبقى حلو. خلاص عشان انت لو تطرقتي في الموضوع. اكيد انا عندي صور بقى والولاد. انا عندي صور بس اديتها لها بصراحه. اكيد ايام. طيب احنا كده يعني احنا عرفت على نفسي بالشيطان. ايه الحب اللي قلت ايه ده؟ الصور دي لو فضلت عندي اكتر من كده ممكن اعمل حاجه في لحظه غضب. وانا لحظات غضب كتير بسببها.
فقلت ايه خلاص خدي اهي دي صورك. لا ليه كنت ربنا يستر على الولايه يا ناس. يعني بس عليا زله بسيطه عادي. كنت 5 6 7 كيلو بس 15 كيلو على اساس ان هي تعرف وزن اكتر مني. ما علينا يا نسيم. لا لمسه. طيب وانا هتعملي لي ايه؟ طب ما حلو قوي. انا هتعملي لي ايه؟ ايه ايه بس بدريه ولا لا بدريه محلويه ما لا انا خسه وشكلي تعبان وشكلي مرهق بعد الخسيسه. ما انا عشان كده كنت هقول لك ممكن مثلا بس ده تبع التجميل احط لك الرموش اللي ما بتتشالش يعني على طول بين عينيكي. ايه رايك نسأل. انا نفسي فيهم بس بيقولوا لي ان هو بيوقعوا الرموش الرموش حقيقيه اصلا الرموش بايظه من قطع التركيب والشيء بالظبط. لا انا ممكن حد يشيلي لي الهالات السوداء. عندي هالات سوداء مجننين بجد. كل ما نروح عند حد بيتعمل فيها حاجه بيتعمل فيها حاجه بتتحقن الماده معينه تحت العين بس انا بخاف من لا لا اعمل هيك يعني اوعدك اعمل هيك. نورتينا. ايه ده بس انا لسه ما قلتش انتصار. طب قولي. لا استني اتفضلي بس ما كانش في مشاكل مش عارفه. عارفه هم ولاد ناس طيبين. هم ولاد ولاد الناس الطيبين فعلا. لا انتصار عندها حاجه تجنن انا بحبها جدا. النغزات مغمزات. ده انا اللي عاملاهم ما شاء الله تحفه. لا طول ما انا قاعده العب لها كده اقول اختي جميله يا اختي سكر. لا ده انا عاملهم لنفسي المغمزات دول. لا انتصار خلاص ما فيش حاجه. نسرين نورتينا شويه تهذيب الشخصيه. انت كنت ممكن انا قلت كده بس لما تعيشي مع البشر اللي انا بعايشهم هتلاقي لا تهذيب الشخصيه. لا اكيد مش هادي وبدريه. انت قصدك الناس اللي انت بتقابليهم في الحياه اللي بنقابلهم في الحياه. بس في على ذوقك يا نسرين. اكيد انا اتبسطت جدا جدا معاكم وبشكركم ميرسي جدا جدا ولكل فريق الاعداد وفريق البرنامج. ميرسي قوي. ميرسي يا نسرين. كل سنه وانت طيبه ورمضان طيبة. كريم. مشاهدينا لغايه هنا خلصت حلقتنا من ليالي رمضان. لغايه اما نشوفكم في حلقه جديده بكره ان شاء الله. تصبحوا على خير.